أهلا بكم من جديد. هل استيقظت يوما وشعرت بألم في عضلة فمك أو حتى عضلة الفك أحيانا؟ هل وعيت على نفسك وأنت قابض على أسنانك في حالات ما؟ هذه الأعراض هي مؤشرات لعارض يحذر منه أو يحذر منها الأطباء بشكل مستمر، يطلق عليه علميا باسم صرير الأسنان أو الكزكزة بالمعنى العامي. ما هو هذا المرض؟ هل هو مرض فعلا أم عارض؟ ما أسبابه وما علاجه؟ سيكون هذا محور حديث اليوم مع الدكتورة آلاء الزعبي، اختصاصية طب وجراحة الفم والأسنان. صباح الخير لك دكتورة. صباح النور. شو هاي الكزكزة اللي بسموها باللغة العامية؟ هل هي فعليا مرض معين؟ هل هي عادة؟ شو ممكن نفسرها؟ هلأ، هي هذه الشد على الأسنان بالليل صايرة أعراض كتير منتشرة، وإحنا ما بنسميه مرض، إحنا بنسميه أعراض ناتجة لأشياء أخرى. يعني بالعادة هو بيكون شد على الأسنان بشكل لا إرادي، أغلب الوقت بيكون بالليل، لكن أحيانا في ناس بيكون معاهم كمان عم بيصير في خلال النهار، فبيصير في عنا شد على الأسنان، تحتك الأسنان ببعضها، وبالتالي كمان هاي المشكلة اللي هي عارضة عن مشاكل أخرى كمان بتسبب لنا مشاكل تانية. يعني شو نوع المشاكل ممكن ترتبط بهاي الفكرة؟ هلأ الشد على الأسنان بشكل لا إرادي هو السبب الرئيسي اللي يعني كدراسات قاعدة بتفسر السبب الرئيسي فيه، اللي هو التوتر والقلق. هذا أول سبب رئيسي للشد على الأسنان. يعني العقل الباطني أثناء الليل كأنه بيترجم الستريس والتوتر اللي كان عندنا خلال النهار بشد عضلي بالعضلة تاعت المضغ بالفكين، فبالتالي بنتج عنها شد على الأسنان وصرير. هذا السبب الأول، لكن في أسباب أخرى كمان مثل اختلاف الإطباق. إذا كان في عندنا مشاكل في الإطباق كمان هذا بيؤدي إلى الشد على الأسنان أثناء الليل. هذا إحنا بنسميه عارض لمشاكل أخرى، لكن كمان بيسبب لنا مشاكل بحد ذاته، يعني زي كأنها هي وصلة بتعكس التوتر اللي ناتج عن سواء عن الحياة اليومية أو طريقة الحياة بالنسبة للشخص، أو كمان اضطرابات النوم بتؤدي إلى شد على الأسنان، أو زي ما قلنا في عنا سوء بالإطباق فبيؤدي إلى شد إلى الأسنان، بيعمل شد بالعضلة تاعت المضغ، وبالتالي كمان ممكن يؤدي لنا لمشاكل أخرى مثل حساسية الأسنان، بيصير في عنا حط بالأسنان، وبيصير في عنا مشاكل كمان بالفك، بالمفصل الفك الصدغي. فنتيجة لهاي الأمور بالمناسبة دكتورة، أنه كثير من الأشخاص لا يدركون أنه فعليا عندهم هاي المشكلة، لأنه بيكونوا هم نايمين أحيانا تترجم من خلال أحلام فيها، بتعرف الأحلام الغريبة هاي، ما هي الأحلام وجع انعكاس الحياة اليومية كمان، ما هو انعكاس الحياة اليومية بمعنى أنه هناك ضغط معين يريد أن يفرغ. صحيح. ففكرة الصرير الذي يحدث إلى الأسنان، كيف ممكن أن يعرف الشخص أنه هو يعاني من هذه المشكلة، أو حتى ممكن أن يعاني من مشاكل أخرى بسببها؟ هو زي ما قلنا هو شد لا إرادي، عشان هيك ما بيكون حس على حاله. صح. أو عرف فيه، بيصير في عنده مشاكل زي ألم بمنطقة الفكين أو الوجنتين، حتى وجع الرأس اللي بيصير بالواحد فجأة، بيصير في عنا ألم كمان بالأسنان. أو بيصير في عنا محدودية بفتحة الفم، بيصير ما بيقدر يفتح تمه كتير. وبعدين بينتقل الألم للمفصل وللصداع وللرقبة والأكتاف ممكن كمان. فبيجينا احنا الشخص بيشكو بعد ما بيكون مثلا راح كمان على اكثر من طبيب، ممكن مثلا يشعر بألم بالاذن فراح على طبيب الاذن فحصل ما في شيء، فبالتالي بالاخر بيوصل عند طبيب الاسنان بيكون عم يشكو من هاي المنطقه. هلا احنا من خلال الفحص لعضلات الفك وكمان من خلال فحص الاسنان احنا بنلاقي بنشوف حت على الاسنان، فهاي بتعطينا يعني هاي العلامات انه في احنا عندنا شد على الاسنان خلال الليل. هلا احيانا بيكون الشخص مثلا اذا حدا نايم جنبه ونومه خفيف ممكن يسمع هذا الصوت، بيكون صوت مزعج، لكن احيانا كمان ممكن ما يكون في يعني مع الصوت. بس احنا الاعراض الناتجه عنه الالم اللي في هاي المنطقه، الالم في المفصل، طنين الاذن، الحت على الاسنان اللي احنا بنفحصه او حساسيه الاسنان اللي بيجي الشخص بيشكي منها، هي بتكون بتدل على موضوع شد الاسنان خلال الليل. طب كيف يكون العلاج؟ هلا العلاج اول شيء احنا يعني بنحاول ننصح الشخص انه يغير طبيعه الحياه اذا كان ممكن، الشيء اللي هو مسبب له قلق وتوتر او الشيء بده يتخلص منه. ثانيا كثير مهم ان احنا نشيك على الاطباق عند الشخص، اذا كان في عندنا شيء مسبب خلل بالاطباق هذا مهم انه يتصلح، والا المشكله ما بتنحل. بعد هيك كمان ممكن احنا نلجا لاساليب معينه مثل الحارس الليلي الوظيفي اللي هو النايت جارد. لكن هون في نقطة كتير أنا حابة أنبه عليها، إنه النايت جارد إحنا في عنا أنواع منه، في عنا السوفت وفي عنا الفانكشنال اللي هو بيكون الوظيفي. هلأ الوظيفي هو اللي بيساعدنا على حل هاي المشكلة مش النايت جارد العادي.
هلا هاي هذا الحل التقليدي اللي موجود، في كثير ناس ما بتقبلوه، بيقول لك انا ما بقدر انام وانا حاطط شيء بيتمي يعني خلال الليل. بيصير في عنا احنا بنلجأ لحلول اخرى مثل وصف ادويه مرخية عضلات الفك، او مثلا كمان حقن البوتوكس بهاي العضله بيؤدي الى ارخاء هاي العضله، فبالتالي بيساعد على حل المشكله. عادة هل في بعض الإبر ممكن تكون حل بالمفصل بسبب أنه في مشاكل تصير بالمفصل فبتأثر المفصل بطريقة مباشرة؟ صحيح بالضبط، هاي بتكون بمراحل متقدمة. إحنا بالأول بالعادة بنحقن العضلة اللي صار فيها شد عضلي، هلأ إذا ما انحلت هذه المشكلة بنلجأ لحقن المفصل نفسه، بنحقنه بمواد شوي بتساعد على إعادة المفصل لمكانه، لأنه إحنا بسبب الشد العضلي اللي صار بهاي المنطقة بيطلع المفصل من مكانه، فبالتالي بيعمل لنا مشاكل بالفك وبالمفصل وبالألم، يعني كله مرتبط مع بعض بنتيجة الشد على الأسنان. بس أنا حاسة أنه عم بيكون شوي الحل وظيفي functional أو local، خلينا نحكي بالمنطقة. وهل ممكن أنكم تعملوا أي توصية لعلاج نفسي أحياناً، مهدئات للأعصاب، استرخاء للجسم؟ كيف هو ممكن أنه هو العلاج بيكون كل هاي الأشياء اللي حكيناها مع بعض. يعني أول إشي بننصح الشخص إذا كان في إشي مسبب له توتر وقلق إنه يبعد عنه. كمان من بين الأشياء والله الواحد لو بيقدر بعرف يعني بس يعني يمكن هاي الأصعب إشي ممكن نحكيها للشخص. أحيانا كمان في عادة بتصير عند الشخص، يعني ما يعني ممكن إنه يوعى عليها وإنه تصير عادة بالنسبة له مش قادر يتخلص منها. إحنا عشان هيك وقتها بنلجأ لمثلا زي حقن البوتوكس اللي هو مرخي للعضلات. خلص إحنا يعني الشخص ما عم بيساعد، الشخص ما عم بيساعدنا هو إنه يتجنب هاي العادة، إحنا بنعود العضلة على الارتخاء من خلال حقنها بمواد، خلص بترخي هاي العضلة. فالشخص خلال فترة المرخي اللي احنا حاقنينه مثلا 3 أو 4 شهور بتصير العضلة تبدأ بالعكس تتعود على الارتياح، فبالتالي خلال هاي الفترة الشخص بده يساعدنا بأمور أخرى اللي هو يحاول غير طريقة الحياة، زائد كمان في عندنا الكمادات الدافية قبل النوم. كمان في هاي الشغلة كتير أنا بحب إنه أنبه الشخص عليها، إنه تقريبا ساعة قبل النوم الواحد يحاول يتجنب الموبايل، التابس، هاي الأشياء. إذا أنا بنام ولساتني أنا معرضة لهاي الأشعة أو هاي الأخبار اللي هي يعني بتعطي للشخص توتر، يعني لو أنت ما تتوتر بتتوتر، بنام هو لسه عقله شغال فيها، فما رح يتخلص من هاي المشكلة، فبده يغير طبيعة الحياة، يعني يحاول يعني يجلب الاسترخاء لنفسه خاصة بالفترة اللي قبل النوم عشان يساعدنا، حتى لو إحنا معطين أدوية عشان ترخي هاي العضلة، لكن إذا هو ما ساعدنا بهاي الطريقة ما رح تنحل المشكلة. هل ممكن أن تكون هاي المشكلة بالنهار ليس فقط في الليل؟ في ناس كتير بيشكوا منها، بحكي لي حتى وأنا مثلا بكون عم بشتغل بلاقي حالي فجأة بوعى حالي إني أنا إلي أصلا نص ساعة أو ساعة شاد على أسنان، وبيوعى من هذا الإشي نتيجة الألم، بصير عنده ألم فبيوعى إنه هو كان شاد على أسنانه. فهي بتصير حركة لا إرادية، لما ينتج عنها الأعراض الألم والألم المفصل بصير الشخص ينتبه إلها. لوين ممكن توصل هاي المشكلة؟ هلأ هذه المشكلة حتى على اللثة والأسنان واللسان. نعم، هي بتبدأ أول إشي بشكوى بألم بهاي المنطقة. بعدين ممكن تعملي لنا حساسية بالأسنان، بصير الأسنان حساسة على الحامي والبارد نتيجة الحط، لأنه بصير في عنا حط بطبقة المينا للأسنان. بالضبط، وبصير في عنا كمان انكماش باللثة بسبب الضغط عليها. فيما بعد إذا الشخص تجاهل أو ما حل المشكلة أول بأول بتنتقل إلى المفصل، وممكن المفصل زي ما حكينا أنه يتحرك من مكانه ويطلع من السوكت اللي هو قاعد فيها، فبصير في عندنا ديسلوكيشن للفك كامل يعني بهاي. فالمشكلة ممكن أنها تكبر إذا الشخص ما عالجها يعني بالتدريج أو أول ما انتبه. زائد مهم أنه الشخص كمان يعرف أنه الحل لهذه المشكلة ما بيكون حل سحري، يعني هي مشكلة ناتجة عن سنين أو عن طريقة حياة لمدة سنين، بدها صبر يعني باتباع تعليمات الطبيب، ممكن تأخذ من 4 إلى 8 شهور حتى أنه الشخص يتخلص منها إذا كان موصل للمراحل اللي فيها ديسلوكيشن للفك. أنا بصراحة كمان حابة أعرف ارتباطها بوجع الأسنان، بمعنى أحياناً طواحين العقل بسبب الألم اللي ممكن تعمله ببعض الأحيان بتحسي لا إرادي إنك عم تضغطي على أسنانك بمرحلة معينة. هل بيأثر هذا الموضوع أو تجاهله على طريقة العلاج؟ هذا من ناحية، إذا في زراعة، إذا في مثلا ألم أصلا بالأسنان، هل ممكن يؤدي إلى حالة تشنج أصلا بمنطقة الفك، التهاب باللثة أحيانا؟ تعرف العصب أحيانا لما يكون وجع الأسنان مؤلم فممكن الإنسان يشد على حاله هو مو عارف. ما هو يعني زي ما حكينا الفكرة الرئيسية الشد على الأسنان ناتج للتوتر
أو القلق أو الألم زي ما أنت حكيتي. فمثلا إذا أنا عندي ألم من طحونة العقل هذا بينعكس تلقائيا بالليل وإحنا نايمين بالشد على الأسنان. بس إذا عندي ألم من الزراعة العلاج؟ لا ما بيأثر على خطة العلاج بقدر ما أنه إحنا بدنا نتخلص من الألم عشان المريض يتقبل أنه يعمل علاجات أخرى. لأنه طول ما أنا في عندي ألم مثلا سواء من طحونة العقل أو من الزراعة أو من العصب رح تضلنا بنفس السيركل إنه عم ينعكس على العضلة، العضلة عم بتشد، فبالتالي المريض مو قادر يكمل علاج بالأسنان. فإحنا إذا حلينا المشكلة اللي هي مسببة الألم سواء مثلاً طوحين العقل إذا كانت عاملة ألم حلينا مشكلتها، في عنا سوء بالإطباق حلينا مشكلته، هذا بيخفف على الشخص الإحساس بالألم، بالتالي ممكن يوصل لمرحلة إنه شوي يكون يعني صار عنده استرخاء يقدر يتخلص من هاي المشكلة. سؤال سريع، الفئات العمرية أو الأطفال هل من الممكن إنه فعلياً يكون عندهم مشاكل بصرير الأسنان؟ كثير من الناس بيجوا بيشكوا بيحكي أو الأمهات بتقول لي أنا سامع صوت ابني بالليل عم يعني إنه عم بيشد على أسنانه. عنده صغير يعني الواحد ما بتخيل صحيح. إنه يكون متوتر. هاي المشكلة كمان موجودة عند الأطفال، لكن إحنا كتدخل طبي ما منتدخل فيها مع الأطفال إلى لسن معين يعني قبل تقريباً 13 سنة ما منتدخل فيها. العضلات عند الأطفال والفك عند الأطفال فيه مرونة أكثر من الكبار، فالشد على الأسنان ما بيسبب عندهم مضاعفات أو آلام أو إنها المشاكل ممكن توصل للفك مثل عند الكبار. فبالعادة الطفل يعني من إحنا من طمئن يعني الأم منقول لها إنه هاي فترة عارضة عند الطفل وبتروح. يعني أكيد بيقلق أحياناً الأب أو الأم، يقلق من فكرة أنه يأثر حتى على ملامح وجهه أو الأسنان وصحة الأسنان عند الطفل. أكيد طبعاً. أكيد المتابعة ضرورية. شكراً صحيح. دكتورة ألاء الزعبي اختصاصية طب وجراحة. شكراً لكم إن شاء الله يعني الواحد يعيش حياة من غير شد على الأسنان. أكيد ويرخي أعصابه شوي. بالضبط هو هيك إن شاء الله. شكراً لوجودك معنا اليوم. صباح الخير.